مرحبا، في هذا الفيديو بدنا نتعلم كيف بنقدر نضيف الفيديوز اللي اخترناها على التايم لاين وكيف نتعامل معها. بداية حتى نضيف الفيديو على التايم لاين لازم نختار الجزء منه اللي احنا بدنا اياه. اسهل طريقة اللي هي انه نعمل دراج ودروب للفيديو، هذا بيتم بانه نكبس الماوس على وسط الفيديو ونسحبه على التايم لاين. بنلاحظ كيف الفيديو هو عبارة عن جزئين، جزء للصورة تبعت الفيديو وجزء للصوت تبع الفيديو، وهم موجودين على two tracks. هذا اسمه V1 عشان فيديو 1 وهذا اسمه A1 عشان audio 1. هلا إذا أنا بدي أضيف فيديو تاني بعد هذا الفيديو بقدر أكبس على زر الكيبورد لتحت عشان يوديني على نهاية الفيديو، وبعدين أختار القطعة الجديدة اللي بدي أضيفها. بختار الجزء اللي بدي أبلش فيه والجزء اللي بدي أنتهي فيه، فخلينا نقول إنه هذا هو الجزء الفيديو اللي بدي أضيفه. هون بقدر إني استعمل الأمر اللي اسمه insert عشان يضيف الفيديو في نهاية هذا الجزء. فإما بكبس على الايكون اللي اسمه insert أو بكبس على زر الفاصلة وبيضيف لي الشقفة الجديدة. بكرر هاي العملية لأجزاء أخرى نفس الأسلوب، إما إني أستخدم insert أو إني أعمل drag and drop. أما إذا أنا اخترت إني بدي أضيف هاي الشقفة أحطها بالضبط في منتصف هدول الجزئين، يعني بدي الفيديو ينقسم لجزئين ويدخل الفيديو بالضبط في النص بيناتهم، هذا الأمر برضو بقدر أستعمله insert، وبهاي الطريقة هو رح يسحب كل الأجزاء اللي ما بعد المؤشر لليمين عشان يدحش هذا الفيديو في النص بيناتهم. فإذا بكبس هلا على insert منلاحظ كيف هدول الجزئين انزاحوا لليمين وهذا الفيديو أجا بالنص. أمر الأوفررايت إذا بستخدمه في هاي اللحظة فهو رح يجي ويكتب فوق هذا القطعة من الفيديو. خلينا نجربها، والشورت كات للأوفررايت هي عبارة عن النقطة. إذا بكبسها لاحظوا كيف القطعة اللي كانت هون انمحت وانحط بدلها.